ايه الاخبار يا شباب؟ عاملين ايه؟ خالد معاكم فيديو جديد من ديجو تيوب. النهارده هنتكلم عن دور المدرب في الكيمستري. فيفا 23 دور المدرب في الكيمستري اختلف تماما، بقى بيدي كيمستري بوينت للعيبه اللي هو بيدربها من نفس الدوري وموجوده عندك في السكواد. تعالوا كده نخش مع بعض في فيديو بسيط كده نشرح فيه دور المدرب في الكيمستري عامل ازاي. لو اول مره تشوفني ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، اوكي؟ يلا بينا نخش على الفيديو. How heavy is that? Light work and the bass on the track on my face in the back like I'm taking a slap. I need a drink but it's straight from the tap. طيب نقول بسم الله ونبتدي الفيديو بتاعنا. وطبعا كنا شرحنا قبل كده في الفيديو بتاع الكيمستري، لو انت مشفتهوش هتلاقيه موجود فوق اهو. شرحنا قبل كده في فيديو الكيمستري ان عشان اللاعب ياخد اول نقطة كيمستري فلازم يكون على الاقل معاه لاعب تاني من نفس الدوري، او يكون معاه لاعب تاني من نفس الكلب، او لاعب تاني من نفس الناشوناليتي، تمام؟ وعلشان ياخد نقطتين كيمستري لازم يكون معاه خمس لعيبة من نفس الدوري، صحيح؟ عشان ياخد نقطتين مرة واحدة لازم يكون معاه خمس لعيبة من نفس الدوري. طيب احنا هنا عندنا مثلا في السكواد بتاعتي هنا عندي كام واحد من الدوري الاسباني؟ ادي واحد ابو ابراهيم، اتنين الليفا، ادي تلاتة كروس، اربعة رودريجير، تمام؟ دول اربعة. فهم هتلاقوا كل واحد فيهم واخد تلات نقط. طيب ليه ده واخد ليه واخدين كده النقطتين كلهم؟ يعني مثلا خلينا في ليفا ما عندوش اي حد من نفس النادي، ولا عنده اي حد من نفس الناشوناليتي، ولا واحد من بلده ولا واحد من برشلونة، فليه هو عنده نقطتين؟ طيب هو عنده نقطتين لان الشرط التاني في الكيمستري اللي هو خمس لعيبة من نفس الدوري موجودين في التشكيلة. هل في خمس لعيبة؟ تعالوا نعد كده. ادي ابو ابراهيم بنزيمة، واحد اتنين وهو اتنين، ادي تلاتة كروز، وادي اربعة روديجير. طيب هم اربعة بس، الخامس فين؟ الخامس هتلاقي ايه؟ المانجر. ده دور المدرب في الكيمستري، بيحل محل اي لاعب يكون يا اما نفس الناشوناليتي يا اما من نفس الدوري. يعني عشان هو بيدرب دوري اسباني فهو حل محل لاعب من الدوري الاسباني، فكده اتحقق الشرط ان في خمس لاعيبه من نفس الدوري او خمسه في التشكيل من نفس الدوري، فدوا نقطتين لليفاندوفسكي، تمام؟ يعني الليفا لو مش موجود المانجر هياخد نقطة واحدة بس، لان هو هيبقى بيحقق الشرط التاني اللي هو التلات لعيبة من نفس الدوري فياخد عليهم نقطة، تمام؟ تعالوا كده نشوف، نشيل مثلا المدرب ده ونجيب مدرب لأي دوري تاني مثلا وليكن ده، فهتلاقوا ليفاندوفسكي نزل، بص بقى عنده نقطة واحدة، وطبعا بنزيما كمان نزل من عنده نقطة. ليه؟ لان هو كده برضو بقى من الشرط، عنده شرطين بس، عنده شرط اتشال اللي هو عنده خمسة من نفس الدوري، بقى عنده بس اتنين بس من نفس الدوري، او سوري عنده تلاتة بس غيره من نفس الدوري، تمام؟ اللي هو روديجير وكروز وليفاندوفسكي، فهو بقى عنده كده نقطة واحدة من التلاتة دول، وعنده نقطة كمان من هو معاه اتنين من نفس النادي، معاه كروز وروديجير من نفس النادي، فخد نقطه كمان، تمام؟ ممكن نعمل له ايه عشان خاطر مثلا احنا مش عايزين المدرب ده وعايزين نغيره؟ ممكن نجيب له واحد من نفس الجنسيه، لو واحد من نفس الجنسيه كمان هياخد نقطه ثالثه. يعني ممكن نحط مثلا ديابي، بص يبقى بنزيما كده ايه اخذ النقطه الثالثه، ودياي برده عنده ثلاث نقط بسبب ان هو بيلعب في الدوري الالماني، وفي اكتر من خمسه عندي في الدوري الالماني، تمام؟ نرجع بقى ايه الراجل ده اللي هو المدرب الجميل ده انشيلوتي. ف انشيلوتي هيدي، سوري انشيلوتي كده هيدي لبنزيما سوري، فكده انشيلوتي هيدي لليفا نقطه كمان، تمام؟ وبكده يكون ده شرح بسيط لدور المدرب في الكيمستري، ان هو بيحل محل لاعب سواء من نفس الناشوناليتي او من الدوري. لو اول مره تشوفني وعجبك الفيديو ما تنساش بقى اللايك والسبسكرايب والشير، واشوفك فيديو جديد من ديجو تيوب. سلام. How heavy is that? Light work and the bass on the track on my feet in the back like I'm taking a slap. I need a drink but it's straight from the tap.